مرحبا برج القوس، أهلا فيكم. نبتدي أول شيء في الطاقة العامة من هذه الورقة اللي سحبتها لكم. طلع عندكم وايلد، شيء جامح، رقم 15 تحتها. أحس هني إن في أمور مشت بسرعة أو راح تمشي بسرعة بينك وبين الشريك، انقطاع سريع يتغير عليك بسرعة، لأن هاي كرة الجموح. اوكي، يتغير بسرعة، تصدر منه تصرفات غريبة، متعود انه يتصل في الوقت الفلاني او يرجع البيت في الوقت الفلاني. يصير في تغيير عاصف مرة واحدة، مثل العاصفة شلون تجي مرة واحدة ويكون غير ممكن تتنبأ بتحركاتها. هذه الطاقة اللي راح تأتي، ولكن تأتي من قبل الشريك. خلني اكون واضحة، واللون الاحمر هني قاعد يجذبني. راح يكون اما هو في خطر، يحط نفسه في موضع خطر، أو يقوم بشيء عابر سريع، يوقع أوراق بسرعة، يدخل في علاقة عابرة بسرعة، يرتبط حتى بسرعة، ولكن يدفع الثمن غاليا، يرجع يبكي. هذه هي الطاقة العامة، إنه راح يتصرف بسرعة شريككم، وأيضا راح يدفع الثمن سريعا خلال أقل من شهر حتى، بسرعة، مثل ما الأمور مشت بسرعة بينهم وبين بعض. هني ممكن تكون حتى علاقة بزنس وعمل ترد تخترب وتتكسر تتكسر سريعا، مع ان البنيان جديد ولكن مو مبني على اسس قوية. هاي اللي ابي اقوله. انت فقط يا برج القوس اللي تقدر تحدد هل هي علاقة مع احد من الاهل، هل هي علاقة مع شريك جديد في الاعمال، مع شريكك هني تعرف عليه شخص جديد سريع، أو ممكن تكون حتى علاقة عابرة، علاقة جنسية عابرة. أنت اللي تقدر تحط يدك على الموضع وبالضبط تعرف شنو يعني لك هذا الكرت، ومن هو بالضبط هذا الكرت، لأن كل واحد السيناريو ماله راح يختلف. ندخل الحين في طاقة الحيوان قبل ما نتطرق إلى التارو. أنت عندك الخفاش، شريكك الخفاش طبعا عنصره هوائي، كأنما اللون قاعد يجذبني، في تشابه في اللون هني، كأنما انت اللي راح تكون يا برج القوس، خصوصا اذا صرت ذكي شوية، انت اللي راح تكون تسلم وتلوذ بالفرار من المصيبة اللي جاية وبتغلق يدها على شريكك هني. هي المصيبة جاية في الطريق، ولكن انت اللي تقدر، انه لان عندك جنحان تقدر تطير بسرعة. شريكك عنده سمكة، السمكة راح تكون مشتتة وخائفة متعبة وأيضا غرقانة في الماء، ما تقدر تسوي شيء. الطرف الثالث من هو؟ عندنا الحمار الوحشي، الزيبرا. هذه هي طاقة الطرف الثالث. الطرف الثالث إنسان اجتماعيا الكل ينفر منه، يعني الكل يتفق أن هذا الشخص إنسان مثلا إحنا نحذر منه، هو نفسه علامة خطر، هو هاي اللون. ولكن حقيقة إذا تشوف الزيبرا عنده كذا لون، فما أدري، أحس إنه هو إنسان يمكن يعتبر بين الناس ما يحترمونه، ما يوافقون عليه، ما يوافقون عليه يكون صديق لشريكك، ما يوافقون حتى عليه المقربين منكم إنه يكون زميل دراسة، صديق، ما يوافقون عليه كارتباط سريع، ولكن في إصرار من جانب شريكك في الماضي. ايضا انتوا اللي تقدرون تحددون يا برج القوس اذا هالشيء ابتدى يصير ولا اوريدي صار، واذا ما صار اصلا معناته راح يصير في المستقبل، تطلع علامات عندكم في المستقبل. مثل هالسيناريو ان عندك هني شخص تمسك وعاند، عاند، تسعة الاغصان، طاقة عدم الاستسلام، بالرغم من تحذيرات الكل. في اخرين اللون الاحمر يقول لي انه مو بس انت اللي لاحظت، الآخرين المقربين من شريكك، الأهل والأصدقاء، لاحظوا وعرفوا أنه راح يختار أنه يدخل مثلا في علاقة أو في نوع من البزنس مع هذا الشخص، أو يعمل مع هذا الشخص، وحذروا، ولكن هو اللي ما سمع الكلام. إحنا مثل اللي نقول للطفل ترى هذا حار، لما يكون بيمسك الكهرباء أو بيمسك الجمر نقول له هذا حار، وهذا حار، ونحذره ونبعد يده، بس بعدين يغافلنا الطفل ويصر انه هو يجرب لنفسه ويصيح. هذه هي طاقة شريكك هالشهر، انه فعلا راجع لك ويصيح، راجع. هني الماي اللي قاعد يجيني من السمكة هي كأنما دموع خوف،
دموع وحدة، لأن دخل في مصيبة كبيرة، في التزام مع هذا الطرف الثالث. ممكن كل طرف الثالث هاي شركة، ترى توقيع عقد عمل، أنت اللي تقدر تعرف. خلنا تخلي طاقتك عندك الخفاش، كأنما أنت طاقة اللي أمك داعيت لك، إحنا نقول طاقة اللي سلمت أو راح تسلم في آخر لحظة من المصيبة اللي على وشك أن تغلق هني، من المصيبة اللي على وشك أن تسقط على رأس شريكك. عندك كرت العدالة برج الميزان، عندك حماية إلهية مطلقة. أنت يمكن تفكر هي بسبب شخص معين تدخل، مثلا كنتوا راح ترتبطون أنت والشريك، على وشك الارتباط اللي خلاص ما باقي لكم إلا خطوتين وخلاص تكونون متزوجين، مثلا على وشك أن تدخلون في شراكة مع بعض مع هذا الطرف. أوكي، لحسن الحظ كان في عراقيل في دربك أنت، أنت تفكرها عراقيل ولكن هي حماية إلهية. عندنا كرت العدالة، الله ما سمح أن أنت أيضا تكون جزء من هذا المشكلة أو الفخ اللي صار هنا. ولو أنا ما أحس أنها طاقة فخ، لأن الزيبرا واضح في ألوانه، في لون أسود وفي لون أبيض بس مو مختلطين مع بعض، ما فيها خلط واضح. أوكي، فهذه الحماية الإلهية هي اللي حطت العراقيل أمامك عشان ما يصير في التزام وارتباط، عشان ما يجرك الشريك لهذه احنا نقول الهفوة، الإحساس العابر انه يبي ياخذ هاي المخاطرة مع هاي الشخص. في الفترة القادمة شنو اللي راح يصير؟ السمكة متجهة تجاهك انت، فراح يرجع لك الشريك مو فقط ندمان ولكن بسرعة يبي، وهني فقد شيء مهم من الأمان، من الاستقرار، من الأموال، او راح يفقد. اوكي، بسرعة يبي يعوض خسارته عن طريق انه يثبتك انت. طلع عندك الخفاش، كأنه يقول لك لا تتثبت، لان حتى طاقة الارض اللي طلعت عندك عبارة عن الخماسيين، عبارة عن طاقة الجوجلينج، رجل موجودة ورجل مو موجودة، احنا نقول رجل في الدنيا ورجل في القبر، داخل وطالع في نفس الوقت، ما تكون مثبت. اذا ثبتك الشريك في زواج، في ارتباط، اخذ منك كلمة، اخذ منك وعد، حتى اذا اعطيته كلمة انه راح تظل معاه في الفترة القادمة، ما راح يتعلم درسه، وراح انت معاه تدفعون الثمن، مو بس هو بروحه، شيء انت مالك ذنب فيه راح تدفع فيه الثمن. هذا مو وقت تقديم المساعدة لشريكك، ما حس بهالشيء، لان عندك الكوب الاول. الكوب الاول هو مو بس كوب الاعتذار، كوب الزواج، كوب اللي خلاص صرت مستعد اعطيك كل اللي تتمناه، ولكن راح ياتيك بثمن. هاي اللي ابي اقوله، راح ياتيك بثمن انت غني عنه، لانه كانما في وقت انغلقت عليك للابواب شريكك، عشان كذي الحين رجع يبي يفتح الباب معك. فعشان الكوب هذا قاعد يقدم لك، نعم، ولكن من اجل الاسباب الخاطئه. في المستقبل لما ياتيك الكوب، تحرص ان يكون مع شخص ما عنده مشاكل، او يكون شريكك وضعه اصلا ما عنده مشاكل، ما عنده التزامات، مو طايح في مشكله، من اجل ذلك راجع لي. ليش راجع؟ الطاقه تقول لك كذي، يعني الحمايه الالهيه جدا قويه وموجوده، واحسها انا هني في كرت العداله برج الميزان. ولكن اذا انت رضيت ان تقع في الفخ، هذا الشيء خاص فيك انت، ما حد يقدر يقرره بدالك. شريكك عنده السمكه، عنده ستة الأغصان مقلوبة، لما تكون كذي معناتها متوج أمام الناس، ناجح في عيون الناس، لما تكون كذي معناتها انتكست وانتكاسة كبيرة أمام الناس، لأنك أصريت في تسع الأغصان، أصريت على غلط، ملكة السيوف، في شخص أكبر منك سنا، في شخص تكلم مع شريكك، قعد معاه قعدة طويلة وتحدثوا في الموضوع وفهم أن تعاقدك أو دخولك في علاقة مع هذا الطرف الثالث، تقربك منه حتى كصديق، جدا ضار. عندنا ملكة السيوف، احنا دائما نقول ملكة السيوف اللي على طول تسحب سيفها وتقطع. ملكة السيوف هني أحسها حتى هي داست على نفسها عشان تعقل، عشان تثبت، تفتح عين شريكك السمكة، السمكة اللي تريد أن تأكل الطعم وما يهمها شنو راح يكون في نتائج. احتمال كبير أيضا، شنو الطاقة اللي قاعدة تجيني؟ احتمال انتو كنتو في انفصال او في ابتعاد بينك وبين الشريك هنا،
في نزوه، هاي الكلمه اللي كنت ابحث عنها، نزوه. اوكي، في نزوه كذي عابره سريعه التقى بانسان او انسانه مو من ثوبه، شخص جدا مختلف من ديانه مختلفه دوله مختلفه يتحدث لغه مختلفه، لان عندنا الزيبره، شخص لونه غير شكله غير من اسره ارستقراطيه جدا مختلفه. انجذب شريكك لهذا الشخص سريعا، قرر انه خلاص راح يرتبط فيه، او انجذب له حتى كزميل عمل بسرعه قرر انه يفتح معاه شراكه بس لانه التقوا مع بعض كم مره في اجتماع وشافوا فيه تفاهم. اوكي، انجذب الطفل هني عندك شخص مو ناضج، شريكك انجذب للنار واصر انه يمسك الجمر الحار، ما تقدر تسوي شيء لان هني في شخص. عندنا ملكه السيوف، ام، اب، اخ اكبر سنا، شخص اكبر سنا عند شريكك قعد معاه قعده طويله، مو من عادته هذا الشخص انه يقعد مع احد او يحذر احد او حتى يهتم باحد، هذا الشخص هم نفسه ملكه السيوف، ولكن مع ذلك قعدوا مع شريكك او راح يقعدون مع شريكك. نفس اللي اقوله لكم، غيروا الوقت الزمني للقراءه عشان يفهمونه، في وقفه جاده من اسرته من أصدقائه حاولوا يمنعون هاي الارتباط، ولكن شريككم رح يكون في من جانبه إصرار، ولكن إصرار يخلي في النهاية يبكي ندما، هاي اللي لازم ننتبه له. أوكي، بعدين عندنا الطرف الثالث، عند الحمار الوحشي عندنا عشرة الأغصان، عند ملك السيوف وعند السيفين. لازم اتكلم هني بصراحة، لما احس ان في خبث عند الطرف الثالث، نفس القراءات السابقة او قراءات الابراج الثانية، قلت لهم ان انا احس الطرف الثالث خبيث. انا ما احس هني ان الطرف الثالث خبيث، الطرف الثالث هني شريكك راح يرجع وعذره راح يكون فلان قص علي، فلان كذب علي، فلان خدعني، اللي هو هذا الشخص، بس ما قاعد احس في هاي الطاقة، قاعد احس هني في شخص الطرف الثالث قاعد يقول لي القصه من لسانه او من جانبه، قاعد يقول لي انا عمري ما مثلت اني مثلا متدين، عمري ما مثلت اني كذا كذا، انا اتصرف على حقيقتي، انا جمر، انا نار، وكنت اتصرف كاني نار، انا مو نار تصرفت كاني ثلج، لا انا نار تصرفت على اساس اني نار واعرض نفسي امام الناس اني نار. اوكي، ممكن تكون حتى امرأة، ممكن تكون حتى رجل، انا كذي طبيعتي، ما تلونت، هني الزيبرا قاعد يقول لي ما تلونت عشان احد، ولكن هو هذا الشخص اللي هو شريكك هو اللي انجذب، هو اللي اصر عند تسعة الاغصان، اصر، لكن ليش هني احس اصراره ما في وعي؟ لانه ما طلع عندنا الوجه الثاني لهذا الكرت، الوجه الناضج، كرت القوة لبرج الأسد، الثبات، لا طلع عندنا تسعة الأغصان مصر على الغلط اللي هو فيه من البداية. الطرف الثالث قاعد يقول لي ان دخلوا في نوع من الاتفاق، كان في بينهم اتفاق، طاقة السيوف مع بعض مع ملك السيوف، دخلوا في اتفاق، في عقد لفظي ام عقد وقعوا بالأوراق، كان في اتفاق واضح بينهم بخصوص الشروط، بخصوص مثلا المهر، بخصوص كم يكون مبلغ الشراكة، كان في تفاصيل جدا كثيرة متفق عليها، وايد اكثر مما تتخيل، وفي كل مرحلة وفي كل شرط قال الطرف الثالث شريكك ورد قال انا موافق، عشان كذي صارت المشكلة، مو لان الطرف الثالث اللي احنا دائما نتوقعه هو المخادع وهو النصب، ما عنده طاقة النصب، عند طاقة أنا من البداية كنت واضح أني أتوقع الكثير من الأموال أو الكثير من الاهتمام، الكثير من العطاء، الكثير من النجاح. أوكي، اللي صار أنه هني شريكك هو اللي قال أنه راح يقدر يوفي، راح يقدر يضخ الأموال، راح يقدر يكون موجود، مثلا لو كان زواج راح يكون شريكك هو اللي قال للطرف الثالث عاد نتزوج نعيش في أي دولة أنت تختارها، مو لازم تعيش معاي في دولتي، هاي نوع من الاتفاق، لأن من البداية أنا قلت له، أنا وضحت له وإحنا اتفقنا على الشروط، وكنت واضح معه أو كنت واضحة أنا كامرأة معه. بعدين عقب فترة السمكة هني
تشكي وتبكي إن ما تقدر توفي كل شروط العقد، كل شروط الاتفاق. عشان كذي صارت المشكلة، عشان كذي صار الانكسار الصدع. السيفين هني كرت الأبراج الهوائية وبالخصوص برج الجوزاء يبين الصدع اللي صار، وين الانكسار في أحد الشروط الأساسية اللي أخل فيهم شريكك. يمكن من الأسهل نسمع أو نقول أن الطرف الثالث، هذا الشخص الغريب اللي إحنا ما نعرفه، هو الباد جاي، هو الإنسان السيء. بس لا، مو هذه هي حقيقة الوضع. كان جدا صريح، ولو أن دبلوماسي عندنا ملك السيوف كان نعم عنده أسلوب كاريزما جذاب، ولكن في نفس الوقت كان صريح في شروطه. مثلا هذه علاقة عابرة، عطني كذا كذا أعطيك كذا كذا، هذا نوع من البزنس راح ندخل فيه، نحتاج مليون، شريكك ما عنده مليون، قال أنا عندي مليون، محتاجين نضخ مليون كل شهر، ما عنده قال عندي. وبعدين لما جل وقت وصار في وقت تنفيذ هني، ابتدى شريكك يتعذر أو يتلكك. فللأسف هني يا برج القوس ما أحس أن الطرف الثالث هو الغلطان، ولا حتى أنتوا الغلطانين. التحذير الوحيد أنه لا تحاول تهب إلى مساعدة الشريك في الفترة القادمة، راح يتعود، أنت راح تخسر، تدفع ثمن غلطة أنت ما غلطها، قرار خاطئ أنت ما أخذته. هني كأن الطاقة تقول لي أنت مو أم أحد، أنت مو أمه، أنت مو أبوه. حتى الأم والأبو يقدرون يساعدون لحد معين، مو حد مفتوح، مو حد الإنفينيتي اللا محدود، لا ما يصير هذا الكلام. عندك حماية، عندك الكثير من الحماية والكثير من الأشياء. شوف، كأن أحس حتى احتمال عروض ثانية تأتيك من أشخاص ثانيين، عروض عمل أفضل، زواج أفضل، أوكي. ولكن لا تصير عالق هني مع السمكة، لأن السمكة أمام الناس الحين شنو أو شنو في المستقبل راح يصيدها، اللي هو شريكك. شريكك راح يمر بمرحلة إن هذه المشكلة تصير عبرة أمام الناس، تنتشر أمام الناس، وصير هو كأنما يتشمتون فيه الآخرين. في شماتة قادمة في الطريق، الخيار اللي لازم تختاره وبوعي إن أنت الله سلمك من الموضوع سابقا، ولكن إذا رديت أنت تدخل معاه في الخطر هذا موضوع ثاني، لأن الشماتة قادمة. عندك جنحان تطير فيها، عندك حماية تقدر تستعملها، عندك عروض أفضل قادمة في طريقك مع أشخاص أفضل. هل تريد أن تظل وتدفع ثمن غلطة أنت ما غلطتها؟ عندنا هني ستة الأقصان، إن في شيء أمام الناس رح ينكشف.